وخلال اتصال هاتفي من أبو ظبي، أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد الحمادي أهمية اعتماد 18 من شهر يوليو من كل عام يوم عهد الاتحاد، وهو ما ينعكس إيجابا على مسيرة دولة الإمارات الحافلة. بلا شك إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله بهذا اليوم كيوم تحتفل فيه دولة الإمارات قيادة وشعبا في كل عام مهم جدا، لأن هذا اليوم تم فيه وضع اللبنات الأساسية لقيام دولة الاتحاد لاتحاد الإمارات السبع، والتي بعدها بأقل من بستة أشهر تقريبا تم إعلان دولة الإمارات الثاني من ديسمبر عام 1971. هذه المناسبة الوطنية تأتي بلا شك مع المناسبات الوطنية الأخرى كي تعزز من روح الولاء والانتماء لدولة الاتحاد، وكي تؤكد تمسك شعب الإمارات وقيادة دولة الإمارات بخيار الاتحاد، هذا الخيار الذي مرت عليه أكثر من 50 سنة، وشعب الإمارات ودولة الإمارات تنعم بالخير والأمن والأمان والاستقرار والتطور.